ماذا فعل الرئيس جورج وايا في ليبيريا حتى الآن؟ ديسمبر 2017، العالم كله فوجئ، اللي كان متابع لم يفاجأ، إنما أغلب العالم فوجئ أن لاعب كرة القدم جورج وايا أصبح رئيسا لجمهورية ليبيريا. في مصر جورج وايا معروف لسببين، إنه الإفريقي الوحيد اللي خد جايزة أحسن لاعب في العالم، ومعروف أيضا لأنه سدد هدف في مرمى عصام الحضري فيما قبل. إنما جورج وايا معروف في منطقة غرب إفريقيا إن عنده أهداف سياسية منذ فترة طويلة. ليبيريا اللي رئيسها جورج وايا هي بلد فقيرة للغاية، من أفقر 4 دول في العالم، يعني أفقر 4 في العالم من بين 200 دولة تقريبا. ليبيريا من بين أفقر 4 في العالم، مع إنها دولة غنية جدا، أو بتعبير جورج وايا إنها دولة غنية وشعب فقير. دولة فيها ألماظ وفيها زراعة وفيها مية وفيها موارد كتيرة جدا، لكنها من أفقر 4 في العالم. آخر 3 رؤساء ليبيريا بيلخصوا لنا تاريخ ليبيريا المعاصر. كان في رئيس اسمه تشارلز تايلر. تشارلز تايلر ده من أصل إفريقي، راح على أمريكا، والده ووالدته كانوا من العبيد، تم تحريرهم، هو درس في MIT، رجع على غرب إفريقيا على ليبيريا حتى أصبح رئيسا ليبيريا. تشارلز تايلر هو اللي كان صديق كتير من نجمات السينما في العالم، وهو اللي كان بيهدي قطع ألماس كبيرة جدا ويتم تهريبها خارج البلاد. هو رمز الدم في الحرب الأهلية، ورمز الفساد في تهريب الماس إلى الخارج. نعومي كامبل كانت صديقة، هي كمان أخذت جوهرة كبيرة جدا من الماس، وكان في تحقيقات في هذا الموضوع في لاهاي. هذا المجرم، مجرم الحرب، الرئيس تشارلز تايلر، بهدل ليبيريا إلى أبعد الحدود. جت بعديه رئيسة اسمها سيرليف. سيرليف دي رئيسة كويسة جدا في البداية، عملت استقرار، عادت الحرب الأهلية، أخذت نوبل للسلام، لكن سرعان ما تفشى الفساد في عهد سيرليف. وكمان حظها سيء، جاء موضوع الإيبولا كمل على عصر سيرليف، فبقت ليبيريا محاصرة بين الفساد والفقر والنهب والدم، كل التراث الصعب ده بالإضافة إلى الإيبولا الذي حاصر الشعب الليبيري من ناحية أخرى. سيرليف ما قدرتش تكمل كتير نتيجة صعود نجم جورج وايا. الناس شافوه فعلا أشبه بنجوم السينما، إنه حد خيالي. اتولد وعاش في حي عشوائي، مش في حي شعبي، حي عشوائي، فقير للغاية. فجأة هذا القادم من حي عشوائي الذي لا يملك أي شيء أصبح أشهر ليبيري في العالم وأفضل لاعب في العالم في إحدى السنوات. من وقتها هو أحد نجوم تاريخ كرة القدم. بقى سيناتور، دخل البرلمان، انتخابات الرئاسة 2005 فشل، 2017 نجح. السؤال دلوقتي، بعد ما بقى نجم وأسطورة ليبيريا، لاعب كرة القدم، رئيسا لليبيريا، مر 200 يوم، عمل ايه في ال 200 يوم؟ هل نجح جورج وايا؟ البعض كان بيقول ما تعلمش كويس، تعليم متوسط، هيقدر مستشاريه يسيطروا عليه، هو حلم الفقراء لكن ما عندوش فكر يحقق بيه أحلام الفقراء. فيا ترى ماذا فعل جورج وايا في 200 يوم؟ نمرة 1، نجح ان هو يعز الاستقرار. نمرة 2، نجح انه يحجم الايبولا. نمرة 3، نجح ان يجيب استثمارات خارجية الى ليبيريا. رقم 4، نجح انه يعزز مكانة ليبيريا في العالم. وزار الرئيس ماكرون في فرنسا، كان بيلعب زمان لاعب في باريس سان جيرمان، بعد كده راح يزور قصر إليزيه، مش بقى لاعب سان جيرمان، إنما رايح الرئيس الليبيري اللي بيزور الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه. نقدر نقول إن بعد 200 يوم من حكم جورج وايا ليبيريا، ليبيريا أفضل، وأداء جورج وايا رئيسا متميزا. يضاف إلى ذلك علاقاته العربية الإفريقية ممتازة. الرئيس السيسي أرسل مساعده المهندس إبراهيم محلب اللي حضر قبل كده حفل التنصيب، في تواصل بين مصر وليبيريا.
انما كمان جورج واي نجح ان يعزز السلم الاهلي في بلاده. فرغم ان هو من الاسم هو مسيحي، الا انه حريص ان يحضر صلوات الجمعه وصلاه العيد في المساجد عشان يعزز الوحده الوطنيه في بلاده ليبيريا.